السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم كاملين. الصراحه فقت دابا باش تصلي الفجر، زيد تليفون ويطيح في بالي واحد القضيه وانا نقول علاش اش بقا تقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. هز التليفون، شعل الكاميرا وفلوغ اليوم وصور نهارك وبارطاجي مع الناس اللي عزاز عليك واللي عزيز عليهم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هذا غادي يكون اول فلوغ ليا ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز بكل شيء ليه، بلونطريمون ديالو بالماكله ديالو باي حاجه غادي نديرها فيه ان شاء الله. قبلوا على الموجود وان شاء الله الخير جاي. المهم انا في الدار دابا، فسقت القسمين دابا ما عرفتش واش غتبان لكم ولا لا. و جات في الطريق غادي نوريها لكم. المهم الناس اللي متابعيني في الانستغرام غادي يعرفوا من 12 ديال الليل 12 ديال الليل كنبارطاجي معكم هاد الورقه ديال الكالندري. هادي الورقه ديال اليوم اشنو فيها، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، الناس اللي يلاه غادي يدخلوا عندي جداد يشوفوا الكالندري معايا. المهم الوقيتة ديال الفجر كتكون عندي الشاي مفتوح الصراحة، وجدت واحد العصير هنا بهذا الشكل وغادي نشربو وغادي نعس ولا غادي نفيق ان شاء الله. غادي نشوفو معايا احسن فطور في العالم، الفطور اللي غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. غادي نوريكم كيفاش كنصاوبو المكونات ديالو، المهم شي حاجة اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. المهم نتلاقاو من الفيق. صباح الخير عليكم اخوتي. المهم نعسنا شوية فقنا دابا وغادي نصاوب الفطور اللي قلت لكم احسن فطور في العالم صراحة. غادي نوريكم المكونات وانا متاكد بلي غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. المهم الفطور غادي ندير فيه الشوفان وغادي ندير معاه الزبيب والبيض. بالنسبه للبيض انا كنديرو كامل، اللي عنده حساسيه من الصفر اللي كيدير الحبوب هو اللي يقدر ينقص، اللي ما عندوش حساسيه ياخذو كامل بجوج. غادي نزيد عليه هنايا كاين شويه ديال اللوز والكاوكاو، ونزيد عليه فبيرلي شويه الملح والقرفه وصافي. النتيجه النهائيه غادي نوريها لك. المهم خوتي دابا غادي نبداو. هنا الشوفان، غادي نزيدو عليه هذا البيض كامل، غادي نزيدو عليه هذا الزبيب، شويه ديال القرفه، شويه ديال الملح، وصافي خلطوا هادشي. هادشي اللي بقى اللوز والكاوكاو البنان والبيرلي غادي يدارو في الاخر. المهم نخلطوا هادشي ونديرو في المقله. نقادو باش يجي طاير. المهم دابا راه طابت قلبتها، هادي واحد اللعيبه في المقاليد اليوم غادي نتلقى واحد التقريبه هنا باش كتصلح. غادي جا وريتها في الفيديو ديالها هنا، متبقاش تحطها هنا وتعمر الدنيا. سالي ديرها بحال هكا بزاف. المهم هادي جات هاهي و نجيو دابا لهاد القضية هادي. المهم حنا مغاربة ضروري خصنا ندير هاد القضية ملي كنحيدو شي كاميرا والو مايلا.
المهم خوتي هذه هي النتيجه النهائيه ها هي ما عرفتش كتبان لكم ولا لا زدت عليها هاد لي 3 صوص هاد الاحمر هذا راه ستروبيري هنا السيرو ديال البانكيك وهذا والشوكولا بلون هاد لي صوص هادو ديال هاد الشركه سيري فيتا ماروك هادو راه زيرو كالوري زيرو فات زيرو سكر حتى بالنسبه للصوديوم بالنسبه للملح راه قليل قليل بزاف فيها 0.01 ماشي شي حاجه وكيبنوا الماكله يلا دابا نخليكم ناكل هاد الشيء ونطلعوا من بعد المهم خوتي كليت الربة ديال الصباح ودابا بدلت حوايج وخرجت غادي انا واختي المقبرة مقبرة الشهداء نزور الوالد الله يرحمه الصراحة توحشو بزاف نمشيو نقرا شوية القرآن نهضرو معاه شوية والواحد مرة يمشي للمقبرة باش يعرف راه مكاينش غير هنا راه كاين حتى ليه إما لي دنيا كأنك تعيش أبدا وإما لي آخرتك كأنك تموت غدا واحد القضية أخرى واحد الحديث درس عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي ثم صلوا على النبي راه ما غاديين تخسروا والو كيقول لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له داكشي علاش الناس القراب ليكم الناس العزاز عليكم بداو تدعيو معاهم إن شاء الله بس حنا نهار نمشيو نلقاو اللي دايو معانا المهم تلاقاو تما ان شاء الله نوريكم الاجواء نوريكم القبر ديال الوالد نوريكم سميتو اللي بزاف ديال الناس كيسولوني على سميتو انا غادي نوريكم كلشي ان شاء الله تلاقاو تما المهم خوتي انا يلاه وصلت دابا صراحة فرحان بزاف ملي كتجي تشوف القبر ديال الوالد ديالك كتكون فرحان بزاف صراحة جيت نجلس ونهضر معاه ونعاود ليه بزاف ديال الحوايج نوريكم القبر نوريكم السمية ديال الوالد للناس اللي كيسولوني ونتسناو منكم الدعاء المهم هذا هو القبر هذه هي السمية علوي اسماعيل الكمية ديالنا مولاي هاشم السمية ديال الوالد الله يرحمه دابا يلا خرجنا من المقبرة نمشي ناخذ لي غوبا ديالي و رايحة شوية من بعد نمشي نصلي صلاة صلاة الظهر صلاة الجمعة ومن بعد نوجدو
ومشيو نترينيو ان شاء الله. المهم غادي نشوفو معايا كاع المهم هذه وجبه من بين دوك ثلاثه الوجبات اللي عندي فيهم دجاج لا ماستر كوشينا فيهم الدجاج فيهم الروز بروكولي صافي المهم هذه وجبه منها ثلاثه زائد الوجبه ديال الصباح اللي شفتو احسن فطور في العالم اللي غادي تعجبكم بزاف صراحه وغادي نزيد وجبه بالليل دابا ورا الصلاه ديال الظهر غادي ناكل كسكسو صراحه كسكسو ديما كناخذو غادي يجي ان شاء الله الوقت مازال فيديوهات من دابا قدام اللي غادي نوريكم كيفاش تقدروا تاكلوا كسكسو كيفاش طيبوا كسكسو كيفاش دايروا شحال من حاجه تقدروا تاكلوا كسكسو واخا في الريجيم واخا شحال من حاجه غير شي حاجات اللي كيختلفوا المهم ناخذ الوجبه هذه نمشي نصلي ونتلاقاو من بعد احسن واحد كيصوص هو في كاس كامل هو السيد ياسين الله العظيم قهوه افران غادي تجيو تشربوا عنده احسن بري وورك كيفاش كتسمع الدار كيفاش خديت شي غراض ودابا جيت ناخذ قهوه كحله قهوه كحله بلا سكر هذه حاجه باينه وكنشرب دغيا يعني جوج غمات ثلاثه كتسالي باش يلاه كيوصل ليا لافي ديال انا واحد القضيه خوتي ماشي من داك النوع اللي كتاثر فيه القهوه كحله بزاف الكافيين كيأثر فيه بزاف نقدر ناخذ قهوه كحله بالليل والناس الناس اللي تبيني في الانستغرام راه غادي يشوفوا هاد القضيه كاين واحد النوع اللي كتاثر فيه القهوه كحله الكافيين بصفه عامه ما ننساش انه يفوت بجوج قهوات في النهار المهم ناخذ القهوه عاد شنو هاد الشي قاعد بدا كيفاه المهم هادو دابا جمعت الساك وغادي ناخذ هاد لي كومبليمون غادي يديروا الدور ديال بري ورك اوت حيت اصلا لي بري ورك اوت راه فيهم احماض امينيه فيهم لارجينين فيهم لوسين ايزولوسين الفالين المهم فيديو جديد ان شاء الله غادي نهضر لكم على كل حاجه بوحدها بالتفاصيل شنو غادي ناخذ غادي ناخذ هاد لي زاسيد اميني وناخذو الارجينين الارجينين عنده دور زوين كيساعد على توسيع التوعيه الدمويه الدم كيدور مزيان ملي كيطب الدم مزيان كيهز معاه كاع داك التغذيه اللي عندنا كيتخالف جوج اوقات المهم غادي نهضر لكم في التفصيل كيف قلت لكم كيتخالف قبل من لاصال كيعطي الطوم زوينه وكيتخالف حتى بالليل هذا الارجينين عنده بزاف ديال الادوار تنهضر لكم عليها من بعد هنا البي سي ا بلس البي 6 البي سي ا حتى هي كتخاد قبل من لونترينمون بعد لونترينمون كتقدر تخاد حتى بوندون لونترينمون وسط من لونترينمون المهم حتى هي ناخد فيها ثلاثة و بالنسبة لواحد القضية بالنسبة للدوزاج اللي كيكونو كاتبين هنا الواحد اللي يلاه مبتدئ يتبع داكشي اللي كاين هنا يقدر ينقص كاع مي الواحد الا كان افونسي شويه كيمشي بداكشي اللي غادي يسلكه هو ولكن لا ضرر ولا ما يضرش راسو حتى ما يقيش حيت الشيء اذا زاد حتى ينقلب على ضده راه الخبز الا كتاتي منه غادي يضر حتى الطريقه اللي غادي نشوفو دابا اللي كنت كندير كنت كنلوح مثلا ثلاثه الحبات ثلاثه ديال لي طابليت كاين اللي ما يقدرش غادي ياخذ كل وحده بوحدها ما ننصحش كاين واحد النوع اللي كيدير واحد القضيه ما كتقدرش تدوز ليه وحده كيبغي يهرسها ملي كتهرسها راه كيولي عندها القناه الماضيين تقدر تجرحه ولا شي حاجه الله يستر يولي شي مشكل اذا ما قدرتوش تاخذوا الحاجه على شكل كابسيل ولا طابليت راهم كاينين بودر و هادشي اللي كاين نتلاقاو في لاصال ان شاء الله المهم ابطال انا يلا وصلت دابا لاصال لاصال ميغافون عرفتي كنكون جاي لاصال بحال هكا كنبقى نشوف هنايا في الموطو حيت حفظت كنشوف زعما واش كاين الموطو ديال المعتمد ولا واش كاين زعما يكون جا سبقني ولا شحال المهم ما كاينش موطو ديال المعتمد كاين الموطو ديال واحد البطل تبارك الله سميتو معاد غادي نشوفوه معايا دابا
ونطلعوا للصال. كيف قلت لكم ندير حصة ديال الصدر ان شاء الله قادرين ونهضروا شوية وحنا كندريني ونصحوا بعض المفاهيم خاطئة في زونترمون ونتبادلوا معلومات وهذا الشيء اللي كاين. يلا ندخلوا للصال. المهم معنا عبد الرحيم المونيتور ديال الميكروفون. من اطيب خلق الله الصراحه والله. الناس اللي غادي يجيو باقيين جداد التعامل اللي غادي يتعامل مع عبد الرحيم التعامل اللي هو زوين وغادي يعجبكم كل شيء التعامل ديالو ولا الطريقه كيفاش غادي تريني بكم ولا كل شيء. عبد الرحيم ومعنا شكون مهدي خويا العلاوي كلشي مزيان. السلام عليكم. بطاط اخ العلاوي بطاط زويني بطاط قليل اخ العلاوي غادي تبين ابدلو من كيف ديال ضروري كيف ديال الصافا عطيتك السيميتر انا نزاه ضروري ان شاء الله. لحظة شوفوا لا جينيتيك تبارك الله عرفتي شحال مترينا عام عام وثمان شهور ما قاش لبرا ما دار والو تبارك الله دير لهم بيسيف اللهم بارك. هي واحد القاعده سبحان الله ضروري خاص الحوايج يكونوا منظمين. فهمت غادي نجبد الحوايج وهما طويين ديال لاصال اللي غادي نتريني بهم وغادي نحيد حوايجي وغادي نطويهم وغادي نحطهم تاني غادي نسالي لونترينمون تاني غادي نحيد الحوايج اللي عرفت فيهم غادي نطويهم وغادي نجبد الحوايج اللي هما طويين. المهم ديما الصاك تقدر ميكو صغيرة دير فيها الحوايج تقريبا الغرض يلا نتلاقى. المهم ابطال اول حاجه واهم حاجه خصكم ديروها ملي يلا تدخلوا للصال اللي هي اللي غادي تعاونكم في الحصه كامله اللي هي لي شوفمون تمارين الاحماء. علاش مهمين؟ ملي كنديروا لي شوفمون كنرفعوا درجه الحراره في العضله المستهدفه اللي حنا خدامين. بحال دابا انا اليوم غادي نخدم في الصدر دونك غادي نخدم هاد لابارتي هادي ديال الصدر والكتاف والقدام وهادشي. لي شوفمون الدور ديالهم كيرفعوا درجه الحراره كيدخلوا الدم مزيان في العضله المستهدفه واللي عن طريقها كدير واحد البومب مزيانه وما كنكونوش معرضين للاصابه وهكا غادي دوز حصه اللي هي مزيانه ان شاء الله. نتمنى انكم تبقاو ديروا هاد الحاجه اهم حاجه ديروا لي شوفمون من الاول ديال الحصه. ما نبغيكمش ديروا واحد الغلط اللي كيديروا الاغلبيه كيكون عندي مثلا الصدر كتافها وكيبداو لي شوفمون بطابي غونون. لا غادي نديروها في الكارديو في الاخر مي لي شوفمون كنديروهم للعضله المستهدفه كنعطيو التركيز للعضله اللي غادي نخدمو كنسخنوها مزيان كنديرو لها دفع الدم مزيان كتسخن باش كتجاوب معانا وحنا كنتريني. المهم دابا غادي ندير لكم بعض التمارين ديال الاحماء ونتمنى انكم ديروهم. Oh,
صحه زوينه يكونوا صحابك كيترينيو ساليت لونترينمون و يجيوني واحد الحبات ديال الميتي فيتامين خيرين البطاطا لا انا ما جايبش بس المهم تريني دابا الحصه ديال الصدر الزغب كاين حتى تجي وقتو يتحيد الحصه ديال اليوم جاني الجو نتخون ندوش نمشي للدار ناكل يلاه نتقاشر الدار. وي سلام سلام. كيف تكمل؟ وي سلام سلام معكم وشاويت في الزيخ ومعكم العلوي. مرحبا بكم. مرحبا بكم. خويا العلوي. أول فلوق. أول فلوق ناري منكم. والله هذه ما صقات لي. تابوناو تابوناو تادي باغي نبقى فاسي عندي. والله إلا اليوم ما فقت نبدا نقول. ومسحان كيقول لي بدا 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 نقول اليوم غدا اليوم ديما كنقول اليوم بدا ديما الدراري كنقول اللهم بارك صافي المهم اش نقول هاهو مهتم ودابا غادي نجمع الحوايج طويتهم كيف العاده ها هما معتمد يتريني وانا غادي نمشي نمشي ناكل راه جاني الجوع ونتلاقى مع الدار ونشوف البلان كي داير اللهم بارك قولوا تبارك الله المهم الدراري ساليت الحصه ديال اليوم الدراري شكرا لهم بزاف هاد جوج دراري هادو توما توما الدراري فين هو عندنا هنا عندنا عثمان كنت ندير لهم نوبه اللي كيكون خدام سيري الاخر هو اللي كيجي يصورني المهم الدراري تبارك الله عليهم شكرا لكم ان شاء الله وصافي الله يحفظكم دابا غادي نخرج نمشي للدار ناكل شي حاجه ونشوف البلان كي داير المهم نتوما معايا ان شاء الله حتى يسالى بالفلوغ